زي ما تعودنا دايما مع حضراتكم، يعني قبل ما نخش في الصحافه العالميه كمان عندنا اخبار سريعه نتكلم فيها مع حضراتكم. طيب نبدا بريال مدريد. طبعا ريال مدريد بيضم كيبا، طبعا كيبا نادي ريال مدريد بيعلن النهارده التعاقد مع كيبا، طبعا حارس مرمى تشيلسي على سبيل الاعاره لمده سنه. ريال مدريد قال في بيان رسمي انه توصل النادي لاتفاق مع تشيلسي بشان استعاره الحارس كيبا اللي ينضم للفريق خلاص هذا الموسم، واضاف انه خاض خلاص كيبا 5 مواسم مع تشيلسي وفاز طبعا بدوري الابطال اوروبا وكاس العالم للانديه بالاضافه للسوبر الاوروبي والدوري الاوروبي، والعام دوت حصل على جائزه افضل تصدي في الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2022-23. كمان كيبا حارس دولي مع منتخب اسبانيا وتم تتويجه بدوري الامم الاوروبيه 2023، كمان فاز بالبطوله الاوروبيه تحت 19 سنه عام 2012. طبعا سي في ولا اروع، اكيد حارس مرمى كبير جدا، وهيقام حفل تقديم كيبا خلال يعني في ريال مدريد بكره يوم الثلاث ان شاء الله في المدينه الرياضيه للنادي، بعدها هيظهر طبعا الحارس في مؤتمر صحفي. حضراتكم عارفين ان طبعا كورتوا الحارس الكبير الحارس العملاق طبعا في ريال مدريد كان عنده او جاله اصابه طبعا في الرباط الصليبي، طبعا هياخد تقريبا 8 شهور عشان يعود تاني، وبالتالي كان من الضروري ان ريال مدريد يتعاقد مع حارس مميز. طيب ده على ريال مدريد. كمان الاحوال ايه في باريس سان جيرمان؟ عوده راموس من باريس سان جيرمان الى ريال مدريد علامة استفهام كبيرة الحقيقة. الخبر كان غريب شويتين، يعني التقرير بتقول ان الساعات اللي فاتت ان النجم المخضرم راموس ممكن يرجع للنادي الملكي هذا الصيف. تقرير صحفية ذكرت ان راموس خيار مطروح امام طبعا ريال مدريد لتعويض ميليتاو كمان البرازيلي تعرض لإصابة في قطع في الرباط الصليبي كمان، وان راموس لا يرتبط بأي نادي لغاية دلوقتي. فابريزيو رومانو طبعا خبير الانتقالات في اوروبا لفت او قال في مصادر من ريال مدريد او مجرد رومرز كده بيقول ان ممكن جدا عوده راموس مره ثانيه وانتقاله من البي اس جي الى ريال مدريد. حضراتكم عارفين كمان زي ما اتكلمنا على كورتوا عنده رباط صليبي، كمان ميليتاو حارس طبعا او سيرد باك البرازيلي الرائع لريال مدريد كمان عنده اصابه بالرباط الصليبي، يمكن خلال مباراة الريال مع أتلتيكو بلباو السبت اللي فات، ده ضمن طبعا لقاءات الجولة الأولى في الليجا. طبعا فاكرين إن كمان راموس كان رحل عن ريال مدريد وراح لباريس سان جيرمان في صيف 2021 بعد انتهاء عقده، فشل المفاوضات التجديد معاه، ويمكن زي ما بقول لحضراتكم كان في مشكلة كبيرة ما بين الطرفين ما بين رئيس النادي وما بين راموس، وكان خروج راموس من ريال مدريد كان خروج يعني في تساؤلات كثيره جدا جدا، ولكن بعد التقارير بتقول دلوقتي ان راموس على اعتاب ريال مدريد. طالع في اخر الاخبار بيقول ان ريال مدريد يعني بينفي هذا الخبر، ولكن زي ما بقول لحضراتكم الاخبار كانت خلال الساعات القليله ان راموس قريب، لكن اعتقد في بيان رسمي طلع ريال مدريد ويمكن نفى هذه الاشاعات. طيب بالنسبه لتشيلسي، تشيلسي الحقيقه بيضم اغلى صفقات زي ما قلت لحضراتكم الموسم ده، وكشفت تقارير صحفيه انجليزيه في الساعات الماضيه ان نادي تشيلسي حسم التعاقد مع لاعب وسط فريق طبعا برايتون اللاعب الاكوادوري موسيس كاسيدو في منطقه في صفقه قياسيه بسوق الانتقالات في انجلترا. الحقيقه خبير الانتقالات زي ما بقول لحضراتكم فابريزيو بيقول ان انتقال هذا اللاعب قد يعني توصل خلاص تشيلسي الاتفاق مع برايتون للتعاقد مع موسيس ومقابل مبلغ كبير جدا وصل ل 115 مليون جنيه استرليني. صفقة قياسية الحقيقة على الصعيد العالمي كله الموسم يعني دوت، ومن طبعا المقرر يخضع اللاعب للفحص الطبي النهارده وهيوقع على عقود انتقاله لتشيلسي حتى 2031 طبعا مع خيار التمديد حتى عام من 2023. طبعا اللاعب كويس جدا، ظهر في برايتون عنده 21 سنه وانضم لصفوف برايتون يمكن في موسم 21-22 كان جاي من نادي من بلجيكا وتالق الحقيقه بشكل اكثر من رائع، وكان عليه خناقه الحقيقه ما بين ليفربول وما بين تشيلسي، ولكن الحقيقه طبعا زي ما بقول لحضراتكم تشيلسي بيدفع اموال كثيره جدا جدا للتعاقد مع لاعبين مميزين. طيب
على سبيل المان يونايتد. رسالة نارية من تين هاج لماجواير. الحقيقة تين هاج المدير الفني للمان يونايتد بيقول على ماجواير انه من الافضل، يعني من افضل المدافعين في العالم، وانه الحقيقة المشكلة اللي بتواجه ماجواير هو عدم الثقة في نفسه بشكل كبير جدا. ومن خلال طبعا زي ما حضراتكم عارفين يمكن الاسابيع اللي قبل انطلاق البريمير ليج كان سحب اشارة الكابتنة او اشارة الكابتن من ماجواير، ولكن ده لا يعيب ايضا. يعني تين هاج بيتكلم عليه ان هو لعيب مميز جدا، لعيب كبير عنده امكانيات كبيره جدا، ولكن ينقصه بعض الثقه في نفسه زي ما بقول لحضراتكم. رغم ان طبعا تجريده من شارة القياده في الصيف دوت، لكن يعني عنده ثقه او المدير الفني بيثق فيه كثيرا. وتين هاج في بعض التصريحات للبي بي سي قال ان ماجواير يستطيع ان يصبح قلب دفاع من الطراز الرفيع، وهو الافضل لانجلترا، وبالتالي ما عندوش مشكله يكون موجود معانا. ولكن قال معلومه صغيره كده، لكن على ماجواير الحقيقه انه يثبت ذلك لانه لا يملك الثقه الكافيه في القتال. توجب عليه طبعا الرحيل، وبالتالي يتخذ القرار المناسب. كمان زي ما بقول لحضراتكم ان تين هاج كمان عنده مشروع، وعنده امال كثيره جدا الموسم ده انه يحصل على البريمير ليج. النهارده السنه دي الموسم الحقيقه هيكون كالعاده موسم مشتعل في البريمير ليج.